بس انا اسمع كمان هو طالع لجده في حاجات تانية. شقي باباكي كان شقي بقى شقي على كبر. اصل الناس بتلوم عليا انا لا جده يعني جدي ما شاء الله الله اكبر يعني 17 جوازه مو ولا 18 والله ما فكري ما بعدش ومامتك عملت ايه؟ لا هي يعني جدتي الله يرحمها توفت هي مشيت بقى وخلاص الدنيا نزلها من هنا وطلع هو من هنا انطلق 17 جوازه خال والله يرحمه كان لي 17 18 حاجه في الحته احنا بقينا نخش نسلم وخلاص يعني اي حد قاعد معاه بنسلم عليه كويس يخرب عقلك. طب وموهبه التمثيل بقى كانت عنده وهو صغير ولا اكتسبها لما كبر يا لولا؟ والله هو مثل عليا مره وهو عنده 3 سنين. يخرب عقلك عملت ايه؟ عمل ميت ورحنا مستشفيات ومش عايزين يستقبلونا وفي الاخر لما لقى هيعملوا له مش عارفه شربه او حاجه كده وحقنه راح صاحي بقى وفاق وعيط وعايز اروح. هو هم افتكروني شربت كلور. ما انت برضو كنت بتعملي كان في اهمال برضو زمان بيحطوا الميه في ازايز الكلور. اتخلي هنا ميه في ازايز الكلور فممكن اي طفل يتلخبط يعني مش انا اللي غلطان انت طبعا. يا على دي عيله. طيب تعالوا دلوقتي بقى عشان نوطد العلاقه اللي بينكم دي يلا بينا ونقويها اكتر هلعب معاكم لعبه اسمها خراب بيوت. تموتي يا ابله في خراب البيوت. هدي كل واحد فيكم مضرب وهسالكم اسئله عن بعض علشان نعرف لو في بلاوي مخبيينها على بعض. ماشي يلا بينا. يلا هجيب لك المضرب اهو من تحت. خد انت مضربك اهو وخد مضرب طنط لولا قصدي لولا اهو. يلا جاهزين؟ مودي سرق فلوس منك وهو صغير؟ بصراحة سرق يا اختي سرق. هو دلوقتي بصي اعترف. سرقت ايه يخرب طب هات بقى اللي انت خدته. مش هممها ان ابنها سرق بس عايزه ترجع الحاجه. ايوه احنا كنا في الجامعه كنت في السياسه واقتصاد انجليزي فانجليزي كانت مصاريفها مثلا 3 4000 جنيه في السنه او حاجه زي كده يعني. الكتب لوحدها كانت ب 2500 فانا كنت باخد منهم المصاريف واروح لعميد الجامعه اقول له ان انا مش مقتدر يعني وبقدم التماس وبرجع الكتب واخد ال 2000 جنيه واقول له ان انا واقف جنب والدي وواقف معاه في السوبر ماركت وحاجات كده عشان يعني يخليني اخد ال 2000 جنيه اخرج بيهم. شلت لكم ويمثل رهيب رهيب موهبه من زمان. طيب ماما ساعات بتستغل شهرتك؟ ايه بتستغليها ازاي؟ يعني بتجيب الكلام بطريقه غير مباشره كده اللي هو مثلا تبقى قاعده مع حد وتتكلم عادي ومش عارف ايه وبتاع اي حبيب التصوير فالتاني هو اللي يبتدي يسالها فالموضوع يخلص بسهوله. ايه ده وابنك مين بقى فاهم كده. طيب ماما بتحب النكت القبيحه؟ لا جدتي الله يرحمها فاكر. طب انت قلت الله يرحمها استر عليها بقى. ايه كانت لذيذه كانت ست بتضحك جدا. طيب مودي بيخاف من دانيا مرات كريم؟ كلنا والله بنخاف من دانيا والله العظيم. ده انا عايز ده كريم عشان يخرج لازم نكلم دانيا. لا وامك خايفه اصلا قايله لا. يا خايفه تقول خايفه يا خايفه تقول والله يعني يبوظ الولد يعني انت ده تخرجه معاه ازاي يعني. احمد بقى انتظم وظبط بعد ما اتجوز هنا.